زي ما قلنا بالظبط، هي رحلة إلى المستقبل أو نحو المستقبل من قلب جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة. إحنا دلوقتي موجودين في مزرعة الجوافة، واحدة من الأراضي اللي تم استصلاحها وبقت من المزارع الكبيرة جدا اللي موجودة ضمن نطاق جهاز مستقبل مصر. ومعانا المهندس جمال موسى، هو مدير مزرعة الجوافة. مساء الخير يا باشمهندس. كلمني عن المزرعة دي، لأنه الكلام كله إن دي أكبر مزرعة في الشرق الأوسط. طبعا فعلا دي اكبر مزرعه جوافه في الشرق الاوسط، مساحتها فوق 300 فدان، ودي اكبر مزرعه. واحدة من الحاجات اللي بتميز بيها الجهاز والمشروعات بتاعته إن هي طرق بتعتمد على الطرق طرق الحديثة والعلم. ايوه طرق كلمني، الحديثه. ده بيحصل إزاي في مزرعة الجوافة؟ بالنسبه لمزرعه الجوافه عندنا هنا احدث حاجه في الشغل الطرق العلميه اللي هي الري لاسترشاد المياه بالنسبه للمناطق الصحراويه. فاحنا عندنا هنا طرق الري بالتنقيط، ولها ساعات معينه وشغال وشغل بحيث ان انا نرشد في الاستهلاك الميه. مزرعة جوافة على 300 فدان قطعة واحدة، فهي الأكبر في الشرق الأوسط. طبعا وجود ال 300 فدان كقطعة واحدة ده بيوفر في إيه؟ بيخليك تطلع منتج عامل إزاي؟ لازم ندور على الكواليتي بتاع الجوده بتاعه المنتج بتاعي، من حيث ان انا ما نستخدمش مبيدات حشريه كتير. بننظف المزرعه زي حضرتك ما انت شايفها كده من الحشائش وكله غيره، حتى في عمليه التقليم كمان بنختار اكفأ ناس معايا مدربهم في عمليه التقليم، بحيث الاضاءه تخش بطريقه غير مباشره، ما بيجيش امراض النبات، وبيديني كواليتي للمحصول كويس. حتى الفائض عندي لما بنصدره بيديني عائد كويس بالنسبه للدولار او الريال. بالتالي ده يفيدني في التصدير، بيفيدني يعني في طول الوقت التصدير سمعه عملة الملح صعبة، المصريه في العالم كله سمعه كويسه وهنا من جدا. الكواليتي بتاعتنا والانتاجيه بتاعتنا من افضل انتاجيه احنا خدناها. طب باشمهندس، احنا كنا بنتكلم من شويه عن فكره العلم والطرق الحديثه، آه. فانت قلت لي حاجه الحقيقه مبهره جدا، انك طبعا انت عندك ناس باحثين عندي كوادر، وعندك ناس متدربين طبعا وطلبه من الكليه، فممكن طبعا تكلمني في الموضوع ده شويه؟ والله هو فعلا الجهاز بيستعين بكوادر علميه فعلا، مش عشان انا شغال في الجهاز، ومهندسين ذوات خبره. فلما بيجينا حد برضه لسه يعني خريج عنده خبره برضه كده، احنا بيستعين بينا بندربه مع الكوادر العلميه معانا، فبيطلع من اكفأ الناس وعنده خبره في الشغل جامد، من حيث يعني انا عمليات ربطت الشغل الزراعه التقليديه عندي بالتطور العلمي اللي موجود، والتكنولوجيا سواء على الحديثه في كل التكنولوجيا حاجه، ثم كمان بقيت جهه تدريب والتدريب لمهندسين زراعيين في طلع كوادر المستقبل. علميه وناس عندهم خبره في الشغل، وبنعمل توسعات لان الجهاز ليه امنيات اكتر من كده كمان، توسعات في المساحات الافقيه والانتاجيه للفدان كمان. عليك مراقبه جوده، اه طبعا انك لازم تطلع كواليتي المنتج معين بكواليتي ومنتج، معين، امال ايه؟ طبعا مفيش فيه هزار. مفيش تهريج، في انضباط. احنا اتعلمنا اشتغلنا في حاجات كتيره، الشغل في المؤسسه العسكريه بيعلمنا الانضباط في الشغل والالتزام كمان، يعني الشغل بتاعي. حلفك بس بالله كده، لا هل دقت الجوافه اطعم من اللي هنا ولا لا؟ مفيش، اقسم بالله اطعم عشان من كله دي. جاي يقول لا لي حضرتك اطعم جوافه في اطعم جوافه فعلا، اطعم الوحيده اللي بتنعمل عصير بدون سكر. شكرا جدا يا مستر او رجل التوفيق ان شاء الله. الله يكرمك. شكرا.